اهلا وسهلا بيكم مره تانية والتفاصيل. ابعتوا لي كل رسائلكم على صفحه البرنامج اللي باسم نيال طايل على الفيسبوك او على صفحه البرنامج اللي باسم نيال طايل على الانستجرام. رسائلكم في عينيا، تاكدوا اني برد عليها كلها. بس من فضلكم اللي يبعت مسج يبعتها ايه مشكلته بالظبط كلها مره واحده. تعالوا بقى نرحب بضيفي الجميل الشيخ ابراهيم السوقي. اهلا وسهلا بك يا مولانا. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير. كل عاشورة ومصر كلها بخير. اللهم امين. لو هكلمك، ساعات الواحد يبقى عنده ضغوط، مضغوط، زهقان، مفيش حاجه رحماه، طبيعه الحال مسؤوليات كتير، طبيعه الحال قلقنا اللي بيزيد، نقول لهم ايه؟ حل ده ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي المؤمنين المخلصين المحسنين، واشهد ان سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم امام المرسلين وخاتم النبيين، عليه وعلى اله واصحابه افضل صلاه وازكى سلام الى يوم الدين. اما بعد، جاء رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهم والغم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوما، فوجد رجلا في غير أوقات الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك مهموما تجلس في المسجد في غير أوقات الصلاة؟ فقال هذا الرجل: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون أثقلتني. حتى من الدنيا، من أول ما أنشئت، يعني أنشئت في كبد الله سبحانه وتعالى. قال في القرآن العظيم: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الكبد والمشقة ومصارعة الأفكار والمصارعة بين الخير والشر في قلوب المؤمن وفي قلوب الناس جميعا. وما أحد كامل إلا الكامل صلى الله عليه وسلم. مفيش حد كامل ابدا الا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فاذا كان كامل ماديا فمش كامل صحيا، اذا كان كامل صحيا فالماده مش قليله، اذا كان الماده والصحه كويسين فعنده مشكله في الاولاد، اذا كان الاولاد كويسين يبقى الزوجه عندها مريضه، اذا كانت كل الاسره كويسه فالاخ او الاب او الام. فالانسان لابد ان يصارع هذا الهم وهذا الغم وهذا النكد. لابد ان نصل الى حل من وجهة نظر الشريعة، من وجهة نظر من خلق، من وجهة نظر من ارسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. طيب، حل النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ الراجل بيقول له، الصحابي بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: هموم لزمتني وديون اثقلتني. انا مديون وعندي هم ما تحملوش جبال. فشوفي حضرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيادتك، قال له ايه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: يعني الحكاية دي عندك كتير قوي؟ قال له: طب يعني عاوز حاجة، اقول لك على حاجة تشيل همك وتكشف كربك؟ قال له: يا ريت، انا يعني انا مش عاوز حاجة، ده انا عندي دين ذل بالنهار وهم بالليل، يعني ما اقدرش امشي في الشارع صاحب الفلوس يقابلني يبص لي بصه وانا عندي دم شويه يحرق دمي زي ما بيقولوا، وما معهوش حاجه عشان تسد. فالنبي عليه الصلاه والسلام لا اداله فلوس وقال له انا هسد دينك، ولا قعد يخطب له خطبه عشان يقول له همك يتشال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ادلك على شيء يزيل همك ويقضي دينك؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ماشي. ولذلك الراجل ده دايما يقول: فلما لزمتها رفع الله عني همي وقضى ديني. اللي عنده هم واللي عنده دين واللي عنده غم واللي عنده قضية مأرقة ليله ما بتنيموش الليل،
فليلزم باب الله. باب الله سبحانه وتعالى أقرب شيء لفك الهم وفك الكرب وفك الغموم التي تلزم الإنسان هي الصدقة. لماذا الصدقة هي الباب الأقرب لفك كل هذه الأشياء؟ لأن المتصدق رجل كريم، والكريم قريب من الله، إن قال يا رب قال لبيك يا عبد. لأن المتصدق الدنيا بهمها وبغمها وبطولها وبعدم الراحة فيها في جانبه، مش في قلبه، ده في جنبه. لماذا؟ لأنه الدنيا كلها في يده ليست في قلبه. فلما يأتي داعي الله ويقول فلان مكروب، فلان مهموم، فلانة بتربي في يتامى عاوزين نساعدها، فلانة بتجهز في بنتها عاوزين نساعدها، فلان ما عندوش مية عاوزين نوصل له مية، فلان عاوز بير نعمل له بير للمجموعة، الجامع ده عاوز بير عاوزين نعمل له بير، يأتي من فور، ما بيفكرش، لأنه يتأكد أن الله هو المخلف. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. أنت هتعمل بير بثلاثين ألف جنيه، ربنا هيديك أكتر من الثلاثين ألف جنيه وفورا. على فكرة مش هيخليها للآخرة، مش هيخليها للآخرة. أنا عايز أسمع بقى فورا دي. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الأول ونرجع لكم مرة تانية، ابكوا معنا. عندما استغاث أهل هذه المنطقة، وهي منطقة بعيدة في غياهب الصحراء، فلما جئنا إلى هنا وجب أن تقف مؤسسة فاعل خير مع هؤلاء المقيمين في هذا التجمع. وكان الإصرار أن نبني هنا بئرا ينبع منه الماء ويجري الله تعالى الشفاء على من فعله. هذا ليس صوت الماء وإنما صوت الحياة أجراه الله في هذه المنطقة. أستاذ سامح البير، أنت كنت متخيل إن احنا نمشي مئات الكيلومترات عشان تيجي تشوف اللوحة عليها اسم الحج والحجة عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى، وبهذا الجمال وفي هذا المنطقة وفي هذا المسجد وهذا التجمع اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم بأهله فرحتهم بهذا البئر، إيه رأي حضرتك؟ لا والله جزاك الله، جزاكم الله كل خير. طبعا ما كنتش متوقع بصراحة، ولقيت كل حاجة على الطبيعة طبعا. وبعدين في سيدي براني يعني كام كيلو داخلين في 800 كيلو بعد مرسى مطروح، طبعا مصحيين من امبارح بالليل، فجزاكم الله كل خير طبعا. واي واحد يشارك في الموضوع ده طبعا جزاه الله كل خير. لم يعودوا يبحثون عن الماء من 5 كيلومترات او 10 كيلومترات، اصبح الماء قريب المنال. نشكر جميع الفاعلين الخير وجميع من قائم بهذه الافعال، ونحن هذا المساجد كانت محتاجة، وهذا مسجد التقوى كان محتاج للمياه، والحمد لله اليوم المياه وصلت إليه، ونطلب من المزيد من الفاعلين. في بعض البيوت لن تجد الماء، وهنا في هذا المكان لا يكون هناك حياة بلا مياه، المياه هي نبض الحياة في هذا المكان. ونسأل الله من كل جعل في سقي الماء لهذه الناس ولهذه المساجد، نسأل الله أن يسقيه الله يوم القيامة، وأن يدخلوا جنات النعيم، وأن نطلب المزيد للأهالي والمساجد. في أهالي والله لن يجدون الماء، والله لن يجدون الماء، وهنا عشان يسيب المكان ده ما عندش وين يذهب لأي مكان، والمياه هنا هي نبض الحياة لهنا. طيب اللي يعدي يعدي، وكلنا عايشين كده. في واحد فينا بيعرف يعدي ويستحمل ويبقى عنده جلد، يقولك مش مشكلة بكرة تفرق، ابنها هيشكلة تقول له اهدى بكرة تتحل، مفيش مشكلة من غير حل. وانت قلتلي ان جزاء الصدقة دي وهو عايش، مش وهو كمان لما بيروح عند ربه بس. هل ممكن يبقى من جزائها ان الواحد نوره تبرد في قلبه كده؟ ربنا يبارك فيك، ملمح في منتهى الروعة. ان الواحد المتصدق
ربنا سبحانه وتعالى بيجري البرد والسلام على 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 صدره، فيهون عليه كروبات الحياة فتمر سريعا، ما بيقفش قدامها ويقف حجر ويقف يقول المشكلة دي مش عاوزة تنحل وتتعقد أكتر ما هي متعقدة. لا، هو مسلم الأمر لسيده، لأن هو أصلا متصدق. هو أصلا لما خرج المال، لما خرج المال ما حسبهاش. هو لو حسبها وهو قال أنا معايا 35,000، لو طلعت 30,000 هيبقى معايا 5، ما عرفش بكرة هيحصل إيه، ودربك الدنيا على دماغه. ده هو سلم الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى فيما معناه قال القائل: لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، وسلم لنا الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. حد بيشوفني دلوقتي ومحتاج الصدقة دي قوي، محتاج يعملها، لأن احنا زينا زي الناس دي على فكرة. احنا بنحتاج الستر ده، بنحتاج الصبر ده، بنحتاج الرضا ده يملأ قلوبنا، بنحتاج حاجة تخلينا نكمل ونصبر ونعدي. احنا زينا زيهم. الراجل المتصدق الكريم، الراجل ده في حتة تانية خالص. صح. حقيقي في حتة تانية خالص. الدنيا مش شغلاه، الدنيا مش شغلاه، لأنه قرأ قول الله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فالمتصدق الكريم يعلم تماما أن جزاء الصدقة في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى بيديها له هنا، مش مدخرها في الآخرة بس، لا ده هنا هيفك كربه، هنا هيستر عيبه، هنا هيشفي مرضه، هنا هيغفر ذنبه، هنا هيقر عينه بزوجته بأبوه بأمه بأولاده، هنا ربنا سبحانه وتعالى هيهد سره في بيته، هيهد سره في بيته. حد عايز يعمل بير حلو زي اللي احنا لسه شايفينه ده. احنا الأباردي المجموعة جميلة ربنا يكرمهم في المؤسسة دي، أجدد حاجة في مطروح. بينها وبين السلوم احنا كنا واقفين وشايفين السلوم، يعني بيقول لك الحتة العالية دي. أستاذ يدفع الخير كل يوم بيستقبلوا ناس جاية تبص على أبرها، كل يوم عندهم عربيات بتطلع مرسى مطروح، الناس بص على قبره. الراجل الاستاذ سامح ربنا يكرمه، زوجته من طول المشوار قالت له: يا استاذ سامح انت، انا قلت لك قول للشيخ يعمل لنا البير بتاعنا على الطريق الساحلي، ما قلت لكش يعمله في ليبيا. من بعده، ما انتوا بتشوفوا الاماكن تستحق، وكتر الف خيركم. لازم نروح، لازم كل دعاء. درجه حراره كبيره عاليه قوي قوي، فانتوا بتروحوا كل وقت، يعني انتوا 3-4 زيارات في الشهر، ربنا معاكم. يعني كل استغاثه هتجيلنا في مؤسسه فعل خير في اي مكان يحتاج الماء سنكون هناك فورا ونلبي باذن الله. طيب، في كلمه انا ما اعرفش ما بين هي الصدق والكذب او الصدق والخداع، الحظ. هو الحظ ده حاجه موجوده ولا العبقرة بقى والأدباء والمفكرين بدعوا؟ خلينا عشان ما نخشش في باب صفصطة مع إخواننا، نقول كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قال العلماء: كل ما يجري في ملك الله شيء أراده الله. وقال العلماء: لا يجري في ملك الله شيء لا يريده الله. يعني معلش، يعني انا ليا طبيعه خاصه في البرنامج ده عشان انا ما بحبش نصعبها ونكلكعها. واحد شايف حد في مكانه كبيره ومهمه، يجي يقول لك ايه، هو انا مش عارف هو في المكانه دي ازاي، ما انا ما بفهمش حاجه خالص. واحد شايفة واحدة وصلت لمستوى اجتماعي كويس وجوزت جوازة حلوة وجوزها راجل جميل ومحترم وراقي وجميل، يعني مش حلو، راجل ابن حلال، ايوه الخلق ماشي، تيجي تقول انا مش عارفة خدها على ايه، بحب فيها ايه. واحد تاني يجي ربنا كرمه وفتح عليه في ظرف اجتماعي كبير
ربنا اداله مال وسلطه ومبارك له، يجي يقول لك انا مش عارف اختاروا الراجل ده ليه، والله عمل الفلوس دي ازاي؟ عارف انت في ناس كده والله، انا بكلمك بمنتهى الامانه، في كتير جدا كده. طب تسامحيني لو 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 بنفس الجمال بتاع حضرتك ده ونفس الاسلوب السهل الممتنع ده اتفضل لو 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 رديت عليه بنفس ايوه انا موافقه طبعا اتفضل. مين فيهم يسمح ان انا اروح اعدل عليه في بيته؟ حد فيهم يسمح ان انا اروح اقول له لا ابنك اديله 5، لا بنتك اديها 8، لا مراتك بتلبس كده ليه، لا ابنك؟ لا طبعا. حد هيرضى دي؟ لا. كيف لا يستطيع؟ لا طبعا ما حدش تعديل يقدر. تعديل يرضى. مني ويعدل هو على من خلق. الله الله يا شيخ ابراهيم، تطلع ايه انت يعني عشان تعدل على ربنا وعطاياه؟ يعني مش عارف. وبعدين عشان كده بقول له لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان، واغنم من الحاضر طاعاته فليس في طبع الليالي الأمان. الله الله الله. تعالوا نطلع نشوف صدقتنا الجاية فين ونرجع ليكم مرة تانية، ابقوا معنا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما نقص مال عبد من صدقة. النهاردة وإحنا في أهلنا في مطروح في مسجد عمر بن الخطاب، المسجد محتاج فرش، المسجد محتاج درة مية تتظبط، المسجد محتاج سباكة، المسجد محتاج كل شيء. اوعى الخير ده يجيلك لحد بيتك، اوعى الخير ده يجيلك لحد المكان اللي انت قاعد فيه وترفض الخير، لأن اللي بيرفض الخير بيرفض رضا ربنا. والله الأطفال محتاجين هنا، عايزين كشافات للمسجد، الدنيا ظلمة بالليل، حد بيجي مثلا ما فيش نور، عايزين كشافات، عايزين صيانة للمسجد، عايزين فرش، الهورنات زي ما انتم شايفين بايظة، اللي فيه ما فيش سماعة، ما فيش سماعات للمسجد ولا فرش، وعايزين صيانة البيبان والشبابيك زي ما انتم شايفين اهي. أنواع الخدمة وأشرف أنواع الخدمة إن ربنا يجعلك تخدم في بيته، فخدمة الناس ذل وخدمة الله عز، ولكن لمن أخلص وصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أهم حاجة إحنا عندنا عاوزين صيانة المسجد شامل، ابتداء من كهرباء اهلا وسهلا بيكم مره تانية وتفاصيل المسجد اللي تعرض محتاج ايه، وعايزه حضرتك توضح لنا. في واحد فينا يقول انا بعمل خير كتير قوي، انا مش سايب ورايا، انا كل حد محتاج حاجه بحاول على قد ما اقدر اعملها له، لا عايزه ادويه غاليه ولا عايز يولد مراته ولا عايزه بتربي يتامى، انا بعمل. طيب ايه قيمه العمل الواحد ياخد من ماله كده ويحطها في المسجد؟ يقول النبي الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية قصرا في الجنة. هذا المسجد أقيم بالجهود الذاتية، واعترضوا طريقنا واحنا ماشيين، يعني وقفوا قدامنا ودعونا ان احنا نشوف المسجد واحنا فيه. ما كانش في حسابكم؟
لا خالص، لا هو مش كانش في الخطه خالص، ربنا اللي بعت. لقينا الناس، يبقى ربنا اللي هيكمله برضه. لقينا الناس واقفين وقالوا اتفضلوا شوفوا المسجد. المسجد من بره يعني، هو يدوبك من بره اللي يشوفه يقول ده هو بس عاوز غفاء الحوائط من بره. لكن لما رحنا هناك وفتحوا لنا المسجد، لقينا المسجد ناقص كهرباء، ناقص سباكه، ناقص بير، ناقص فرش، ناقص معدات صوت، ناقص منبر، ناقص تقريبا كل سيراميكات. يعني هو عاوز تشطيب كامل المسجد. عاملين حضرتك السهم في المسجد ب 5000 جنيه. السهم في المسجد ب 5000 جنيه، زي برضه ما احنا بنأكد على الساده المشاهدين الكرام على ان وصله الميه ب 3000 جنيه والبير ب 30000 جنيه والسهم في محطه التنقيه ب 10000 جنيه اللي هي كلها ب 150000 جنيه. أب بيشوفني في الخارج وانت فاهم طبعا طبيعة الغربة مؤلمة، قلق على طول، خوف من بكرة، هو قاعد بيعد الأيام اللي ما بتخلص لأن حياته والتزاماته هنا بتزيد. فيجي يقولك أنا عايزة أعلم ولادي أحسن تعليم، أنا عايزة أجهز بنتي أحسن حاجة، انا عايزه اناسب ناس محترمين وكويسين. حقه، راجل تعب وشقي وحقه، ابسط حقوقنا، وربنا اللي بيطمع في عند ربنا الطمع مشروع. صحيح. طيب هو ممكن هو في نص البحر كده يقول انا هعمل صدقه بكل ده، بكل النوايا دي او بكل الطلبات دي؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يثقل عليه شيء. ربنا سبحانه وتعالى لا يثقل عليه شيء، لا يثقل عليه شيء. ربنا سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء. هذا الرجل مضطر، هذا الرجل مضطرب كمان، هذا الرجل لا يحسن التدبير، هذا الرجل له رب يدبر ودبر وقضى وقدر كل شيء قبل أن يخلقه، فليذهب كلية إلى الله ويفعل الصدقة بنية أن يفك الله كروبه وأن ييسر الله أموره، وسيفعل الله سبحانه وتعالى له كل شيء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومن التيسير أن يأمن الإنسان على أولاده وعلى مستقبلهم وعلى حياتهم، هو نفسه يأمن على حياته، يأمن على مستقبله، هو نفسه لا يخاف من الغد. وقد وضع الله تعالى في القرآن الكريم قاعدة شرعية لكل خائف من بكرة، لكل خائف على مستقبل عياله، لكل خائف لو هو مات عياله هيعملوا ايه. قال الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتق الإنسان ربه في ماله ويخرج حق الله فيه، ويخرج حق الفقراء فيه، ويخرج حق المساكين فيه، ويخرج الزكاة منه. فإذا اتقى الإنسان ربه في ماله زاده الله سبحانه وتعالى، كما وعد نبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. حد عايز يدخل معاك ويعمر المسجد ده، السهم فيه يتكلف كام؟ عندنا المسجد فيه، المسجد محتاج حاجات بأزيد من 100000 جنيه عملناها أسهم، عملناها أسهم. طب هو حد لو قال أنا هشيل الكهرباء كلها أهلا وسهلا بيه، السباكة كلها أهلا وسهلا بيه، حد هيقول السيراميك هيتكلف كام أنا هشيله، مش لازم موضوع أسهم. طب هو حد عاوز يتصدق عن نفسه سهم في المسجد وعن مراته وعن ابوه وعن امه وعن اخته وعن ابنه اللي مات وعن اخوه اللي رحل، ممكن؟ اه طبعا ممكن جدا. السهم ب 5000 جنيه في المسجد، ويا ريت، لان الناس والله حالتهم هناك صعبه جدا. وعلى فكره العربي اليوم ما يقول انا عاوز يبقى معناه ان هو وصل لابعد درجات الاحتياج. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الجاي ونرجع لكم مره ثانيه، ابقوا معنا. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير.
الفيران بتنزل علينا مثلا واحنا حاطين الاكل بننزل الاكل التاكل من الفيران وما عندناش ميه طبعا بملى من عند الجيران ومسافه بعيده في الجردل كده ودخلوا عندنا هنا ولا عندها ميه ولا عندها نور ولا عندها سقف خايفه على عيالها لحاجه تنزل بالليل تقرصهم الام بتبكي والله ربنا اللي يعلم يعني شايف القعده وشايف المنظر اللي الناس قاعده فيه وكده يعني ومعايا عيال صغيره برضو اكيد طبعا يعني انا عندي اغلى منهم حاجه اكيد طبعا يعني انا عندي اغلى منهم حاجه هي العرشه زي ما انت شايف يعني بتنزل منها حشرات وكده بقول يا رب بقول يا رب يا رب يرزقنا بناس اهل خير كده يصلحوا لنا ويجيبوا لنا عدد ميه ولا يجيبوا لنا حاجه اللي يقدر عليا اكيد طبعا يعني انا عندي اغلى منهم حاجه الدموع دي غالي عند ربنا فاذا كانت الدموع دي غالي عند ربنا وغالي عند سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فلا بد ان تكون الدموع دي غالي عندك انت الاخر زي ما انتوا شايفين كده بطلع اجيب حبه الميه نشرب بيهم حتى ما بنهمش علينا نغسل منهم الجلابيه اللي هنلبسها الحمد لله بنشيل الميه هودي وبتنا زي ما انتوا شايفين والفيران قلب حنا والله والله الفيران قلب حنا وحل فرشتنا وحل هدومنا عشان والله يعني والله الفيران ما عارفين نحط حتى هدمه نلبسها ما عارفين نحط لقمه ناكلها الفيران قربت تاكل معانا على الاكل اللي احنا على الصينيه اللي بناكل عليها تعبت والله تعبت لدرجه ان انا عملت عمليات في عينيا الاثنين بقول يا رب بقول يا رب يا رب يرزقنا بناس اهل خير كده يصلحوا لنا ويجيبوا لنا عدد ميه ولا يجيبوا لنا حاجه اللي يقدر عليا اكيد طبعا يعني انا عندي اغلى منهم حاجه ولما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول سرور تدخله هناك مفهوم مخالفه يبقى هذا كان في حالة حزن وهذا كان في حالة ضعف وهذا كان في حالة جوع فمن فرج عنه لا عن هؤلاء هذه الكربات في الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ساعات ما بنعرفش قيمة الحاجة غير لما تروح مننا طبيعة البني آدم غالبا يعني بيشتغل يقولك يا ربي الدنيا حر ده انا متبهدل ده انا طالع عيني اللي ما بيشتغلش لو اللي بيشتغل ده لو قاعد في البيت يتجنن يتجنن يشكي حاله لرب ولطوب الارض لما بنيجي نقعد في بيوتنا وناخد شويه وقت كده البيت كل ما هننضف في حته تبهدلوها الشقاوه دي انتوا ايه ما تبطلوش وفي حين ولو ما خلفتش وربنا اداها لكام عيل دول كانت هتتجنن يعني اكتر من جنان الاولاني اللي قاعد بالشغل وربنا سبحانه وتعالى قال اللي بيندم قوي اللي ما تصدقش في حياته بيتمنى يرجع الدنيا ويعمل صدقة واحد صحيح طيب ده طبعا عزة وثقل لفضل الصدقة على البني آدم في ناس مننا عارفاها وفي ناس عارفاها وما بتعملهاش تقولهم ايه الانسان ربنا سبحانه وتعالى اوجده في هذه الحياه واعطاه النجدين طريق الخير وطريق الشر وغششه الامتحان ووراه له من الكنترول ووراه له قبل ما يمتحن وقال له خلي بالك انا مديك الحياه دي لو عملت الخير اخرك الجنه بيديله النتيجه ولو دورت الناحيه دي يبقى اخرك النار. وربنا سبحانه وتعالى عندما يضرب الامثال يقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها. طب هو تمنى ان يعود الى الدنيا ليه؟ فاصدق واكن من الصالحين. لا يتمنى الانسان ابدا ان يعود الى الدنيا بقدرها وبهمها وبغمها وبحزنها وبكل ما فيها دنيا كلها نكد دنيا كلها نكد لا يعني الطيب فيها قليل يتمنى الانسان ان يعود بعد الموت يتمنى ان يتصدق لماذا لانه راى منزله المتصدقين طلبات حضرتك ايه بقى النهارده
احنا عندنا طلبات الحقيقه ودايما لن نمل في مؤسسه فعل خير ان احنا الاول نشكر كل الساده المتصدقين المحترمين، وعندنا ناس النهارده باعتين لحضرتك السلام بالخصوص، فيعني ربنا يوفق حضرتك. عندنا الحاجه ابو الفتوح، الحاجه ابو الفتوح اسمحي لي ممكن اتفضل. طبعا ممكن من الورق. طبعا من الورق. بيديك الصحه يا رب. خالص الامنيات بدوام الصحه والعافيه الحاج ابو فيصل، تبرع معانا بير وبنبرع معانا بير تاني. الحاجة ابو الفتوح سالم حجاب وزوجته السيدة الفاضلة فوقية ابو اليزيد ابو علي، تبرع بأبار لنفسه، خلي بال حضرتك بقى، عمل لنفسه وراجل كويس، ثم تبرع لما ربنا كرمه تبرع لاخوه فتحي وبرع لبنته امال وبرع لوالديه، فبارك الله في الحاجة ابو الفتوح رحمهم الله. والدعاء للابن احمد بالشفاء العاجل ووالده الاستاذ سلام، وبقول له اطمن يا سلام فرج الله قريب. الدعاء للمهندس عبد المنعم حدائق القبة ربنا يكرمه ويهدي باله. الدعاء للحاجة نريمان عطيفة من اسكندرية ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيها وفي كل أفراد أسرتها. المؤسسة استشكر كل السادة المشاهدين وبتشكر حضرتك، ولنا طلبات الحقيقة بسيطة خالص النهاردة، عاوزين 50 بير في مطروح، وعاوزين 50 بير في بني سويف، وعاوزين 100 سقف في الفيوم، وعاوزين 75 وصلة مية، وعاوزين عندنا 10 مساجد استكمال، عندنا كمان النخيل ربنا سبحانه وتعالى كرمنا وبقية البشريات ان شاء الله هنسعد بالتبشير بتاعه ان شاء الله في الزمن القريب، وعندنا مرحلة تالتة لازم ان شاء الله نبدأ فيها. عندنا وصلة المية 3000 جنيه، عندنا البير ب 30,000 جنيه، عندنا السهم في البير ب 5,000 جنيه، عندنا المسجد كل طلباته لو كل واحد عاوز ياخد بند اهلا وسهلا، لكن عاوز يتصدق بسهم واحد يبقى ب 5,000 جنيه، عندنا محطة التنقية ب 150,000 جنيه، السهم فيها ب 10,000 جنيه، عندنا النخلة البرحي الأصلي الخليجي ب 5,000 جنيه. نورتين وشرفتين الشيخ ابراهيم الدسوقي، ربنا يبارك في حضرتك. كده لسه حلقتي برضو ما خلصتش، اوعى تروحوا في اي حته، ابقوا معانا.